الآن نستمع إلى صوت الشعب العربي، البرلمان العربي، معالي السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي يتحدث إليكم، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يسعدني يشرفني أن أرحب بجميع الحاضرين، وأرحب بمعالي الأخ الوزير الأستاذ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأرحب بأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي، أرحب بالحضور جميعا في هذا المؤتمر الهام الذي بلا شك نسعى من خلال مشاركة البرلمان العربي أن يكون دور البرلمانيين العرب دور مساهم ودور داعم للتحاور والتسامح وتقبل الآخر. فنحن كبرلمانيين لنا دور مهم في هذا الجانب، سواء على مستوى التشريعي أو على مستوى المشاركات مثل هذه المؤتمرات. طبعا كذلك أشيد بهذا التنظيم الرائع وبهذا النجاح المبهر الذي رأيناه جميعا لمسناه. طبعا هذا دليل على قدرة جمهورية مصر العربية على تنظيم هكذا فعال المستوى والظروف. تحية كبيرة جدا لمعالي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على كل الجهود التي بذلها، فأنا قريب منه جدا ولمست مدى حرصه على راحة الجميع، مدى إشرافه على كل الترتيبات، فهذا يؤكد بأن معاليه رجل فعلا رجل دولة بالمقام الأول، هو دائما رجل المهمات الصعبة أنا أعتبره. واسمحوا لي أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر. فهذا الزعيم العربي له دور كبير في دعم العمل العربي المشترك في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، في الدفاع عن الدول العربية. فمصر دائما نراها في المقدمة، نراها دائما في الصدارة للدفاع عنا كعرب. فتحية كبيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية كبيرة لجمهورية مصر العربية على مواقفها العربية التي دائما هي مصدر أمان وثقة بالنسبة لنا كعرب. طبعا لن أزيد كثيرا، وجودنا احنا في هذا المؤتمر مؤتمر ديانات وثقافات، طبعا نريد أن مثل ما تفضلت نريد أن نقدم رسالة بأن البرلمان العربي قريب من الجميع، والبرلمان العربي داعم لكل الجهود التي تصب في صالح الأمة العربية وصالح العالم أجمع. وهذه فرصة لنا احنا كمسلمين أولا وكعرب ثانيا أن احنا نقدم الرسالة التي تعلمناها والتي نحرص عليها، نبعد كل ما يتعرض للإسلام للأسف من تشويه ومن استهداف ومن تقصد. فأمتنا العربية الآن تمر بأحلك ظروفها، يجب علينا كعرب أن نتكاتف، أن نتحاور فيما بيننا أولا، نتحاور مع الجميع. فديننا يقبل وتقبل الجميع، ديننا دين سلام، دين أمن، دين استقرار. أمر ما ديننا كان دين حرب أو دين تعدي، فنحن لا نتعدى أحد، لكن من واجبنا كذلك نحمي نفسنا ونحمي ديننا ونحمي الرسالة التي احنا نؤمن بها. فاستثمارنا لمخرجات وتوصيات هذا المؤتمر بيكون احنا كبرلمان عربي سنعمل على تنفيذ كل التوصيات التي تتعلق بعمل البرلمان العربي، سواء على مستوى التشريعي او على مستوى بقية المستويات. فلن أزيد عليكم، لن أطيل عليكم، أتشرف بوجودي بكم وأشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر. بلا شك نتمنى أن نلتقي دائما في هكذا مؤتمرات، فهذا المؤتمر هي منبر بالنسبة لنا كمسلمين أن نوضح للناس ما هو الإسلام، ما هو التسامح الذي نحمله من داخلنا. طبعا أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وشكرا
مرة أخرى معالي الوزير على كل ما قمت من جهود، فعلا هي محل تقدير الجميع، وباسمكم جميعا نشكر معالي الوزير. فعلا هو يعني كان هو دينمو هذا المؤتمر، هو كان مرحب للجميع، كان قريب من الجميع. إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.